ايه الحاجة اللي لو ما كنتش ابن الفيوم ما كانتش بقت فيك؟ حضرتك انا بحب الطبيعه الريفيه جدا، انا حتى يعني شغال في الجامعه بقالي 23 سنه، ما فكرتش ان انا اسكن في المدينه. يعني بحب الريف وبحب البساطه وبحب الطبيعه الجميله، وده يعني بيشجع الفن برضو، وهتلاقي ده في معظم الرسم بتاع اللوحات حاجات الطبيعه ما الخلابه. شاء يعني الله. احنا لو بصينا على لوحات حضرتك هنلاقيها مش واخده نمط واحد، يعني تلاقي حاجات طبيعيه، تلاقي حاجات من البيت، تلاقي رسومات حضرتك، يعني غير الموهبه. ايه المدرسه اللي حضرتك بتتبعها في الرسم؟ هو حضرتك يعني معلش، يمكن في ناس بتستغرب كتير، انت ازاي ما حاولتش تدرس او ما حاولتش تاخد دورات تدريبية او انا ما حاولتش اتأثر، انا شغال تلقائي بالفطرة بالفطره. بالظبط كده، اي حاجة بتعجبني بعملها، اي حاجة بتخيلها بعملها من غير ما ادرس. يعني دي تنتمي لمدرسة ايه دي؟ مش لان انا ما حبيتش ادرس عشان ما حبيت اتأثرش. الدراسة الأكاديمية، حبيت فطرتك وموهبتك هي اللي تسوق. حضرتك هتلاقي تنوع في الشغل، في اللوحات، تنوع في الاسلوب برضو، يعني ما فيش ستايل معين ماشي عليه. يعني اللوحة تقريبا بتاخد منك وقت قد ايه؟ حضرتك مش كل اللوحات، يعني في حسب المقاس وحسب الشكل وحسب لو قلنا الحاجة اللي لوحة زي بتستلها دي مني. كده، دي كام؟ 50 في 50 ولا 60 في 60؟ دي 60 في 60، 60 في 60. دي حضرتك قعدت فيها حوالي يومين. ما شاء الله. تمام. ترسم بألوان ايه؟ مية ولا دي زيت ألوان ولا؟ زيت وفي ألوان أكريليك وفي ألوان مائية. تمام. 60 في 60 تاخد منك يومين، بتبيعها بكام بقى؟ دي تقريبا يعني في حدود 600 جنيه. تمام. واللوحة الأصغر دي تاخد منك وقت يوم مثلا؟ دي تاخد يوم. ألوان أكريليك، دي ألوان زيت، دي ألوان أكريليك، تمام. شغل وتبيعها يوم بكام بقى؟ يعني في حدود 400 جنيه. تمام. أستاذ أيمن، حضرتك فنان موهوب بجد، ربنا يبارك فيك. حضرتك يعني خير مثال إن مصر ولادك كل محافظاتها. كان نفسي التصوير ده يبقى في معرض او مكان كويس يليق باللوحات ويليق بالفن ويليق هنجيلك إن شاء الله في معرضك بشغله، الجديد ده، وعد. ويعني لا ان إن شاء شاء الله الله وعد. حضرتك في معرضك الجديد إحنا أول ناس هنيجي نصور مع حضرتك، ربنا علشان يكرمك. اللوح القيمة الجميلة دي تستحق إن هي تتعرض في معرض كبير. ربنا يبارك في نورتنا حضرتك، في أهالينا يا أستاذ أيمن، نورتونا كتر وشرفتونا، ربنا خيرك. يبارك فيك، ميرسي. بشكركم جدا.